إذن بالنسبة للنعام فنرى طريقة تربية النعام في الأردن، تربية النعام في الجزائر، فوائد زيت النعام، تربية أو مشروع تربية النعام في السعودية، فوائد تربية النعام، تربية النعام في تونس، بالإضافة إلى أشياء أخرى سنتعرف على دراسة الجدوى هذا المشروع وطريقة تنفيذه والميزانية التي يحتاجها، مدة الاسترداد والأرباح المتوقعة. تربية النعام يعد من المشاريع المربحة بالفعل، ونحن هنا في هذه القناة طرحنا إشارة تكون يعطاكم المعلومات اللازمة لهذا المشروع، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر واتساب للاستفادة في هذا المشروع.